مشاهدينا الكرام وجولة جديدة في عالم الصحافة المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. نبدأ هذه الجولة بالصحف المحلية ونقرأ من صحيفة الأخبار. الرئيس يؤكد على ضرورة الارتقاء بالصناعات البحرية وبناء السفن والوصول بها إلى أعلى التكنولوجيات الحديثة، تحويل 380 ألف فدان لأنظمة الري الحديث. الري مشروع ضخم لتأهيل المساقي على مستوى الجمهورية. من صحيفة الأهرام، اليوم افتتاح أولمبياد طوكيو 2020، المنتخب الأولمبي يستعد للأرجنتين بعد تعادل مع الماتادور. الأوقاف توزيع 120 طن لحوم أضاحي من خلال حياة كريمة، زحام بالقناطر الخيرية، وثلاثة ملايين زائر على شواطئ الساحل الشمالي ومطروح. من صحيفة الشروق، قرار حكومي جديد بزيادة أسعار البنزين 25 قرشا وتثبيت سعر السولار والمازوت. مجلس النواب يستأنف جلساته العامة الأحد المقبل ولمدة 3 أيام. الزراعة، ذبح أكثر من 20 ألف أضحية في المجازر خلال أيام عيد الأضحى. من صحيفة اليوم السابع، الرئيس السيسي يتفقد تطوير الطرق الجديدة بمناطق شرق وغرب محافظة الأسكندرية. تصحيح امتحانات الثانوية إلكترونيا بالمدينة التعليمية بإشراف القومي للامتحانات. التعليم، المؤجلون بعذر بامتحان الثانوية العامة يدخلون دور ثان بدرجة كاملة. الأرصاد، انخفاض طفيف في حرارة الجو اليوم وارتفاع الرطوبة، والعظمى بالقاهرة 35 درجة. إلى آخر ما طلعتنا به الصحف العربية، البداية من صحيفة الشرق الأوسط. إسرائيل تقصف معقل حزب الله وسط سوريا، وتحذير من موسكو لدمشق من الانزلاق نحو الأوهام بعد زيارة وزير خارجية الصين. قتيل وجرحى في انفجار غامض وسط غزة، وإدارة بايدن تؤجل فتح القنصلية في القدس لحين إقرار الموازنة الإسرائيلية. من صحيفة الراي الكويتية نقرأ، مجلس الأمن يبحث في جلسة مغلقة التطورات الأخيرة في لبنان، محادثات بين واشنطن وبغداد بشأن الوجود العسكري الأمريكي في العراق. طالبان تعلن السيطرة على 90% من الحدود الأفغانية. من صحيفة البيان الإماراتية، نطالع إشادات عربية ودولية واسعة بنجاح السعودية في تنظيم موسم الحج هذا العام. إسرائيل تنضم إلى الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب. ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفوضى بجنوب إفريقيا إلى 337. من صحيفة عمان، اليوم مستشفيات لبنان تحذر من كارثة صحية مع انقطاع الوقود والتيار الكهربائي. الصحة العالمية تحذر من أثار نفسية طويلة المدى لجائحة كورونا. والمركزي الأوروبي يقول إن المتحورات تشكل خطرا على التعافي الاقتصادي. إحباط محاولة اغتيال رئيس مدغشقر وتوقيف 6 مشتبه بهم. إلى أبرز ما طلعتنا به الصحف العالمية هذا الصباح، بداية من صحيفة غارديان البريطانية. فوندرلاين ترفض محاولة بوريس جونسون لإعادة التفاوض بشأن البروتوكول الأيرلندي ضمن خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ارتفاع عدد القتلى جراء فيضانات الصين وسط تساؤلات بشأن مدى الاستعدادات لمواجهة مثل تلك الكوارث. من صحيفة اندبندنت البريطانية، نطالع المملكة المتحدة تشهد ما يعرف بانديميك، أي وباء الاختراط عبر الهاتف لعزل المخالطين لا سيما بين وزع السلع، مما يسبب خللا في تزويد المتاجر الكبرى. إقالة مخرج حفل افتتاح أولمبياد طوكيو
على خلفية عرض هزلي قديم تناول المحرقة اليهودية. ونقرأ من واشنطن بوست: الأمريكية في محاولة للضغط على غير الملقحين، إيطاليا تجعل جواز المرور الصحي إلزاميا لممارسة العديد من الأنشطة الترفيهية، الصين ترفض خطة منظمة الصحة العالمية المقترحة لمرحلة ثانية من التحقيق في منشأ فيروس كورونا. من صحيفة واشنطن تايمز نرصد الخسائر التي تتكبدها القوات الأفغانية، واغتيال رئيس هايتي يثيرون تساؤلات حول مدى جدوى التدريب العسكري الأمريكي في الخارج. بايدن يفرض عقوبات جديدة على المسؤولين الكوبيين لانتهاكهم حقوق الإنسان. جهات فاعلة إلكترونية صينية تشكل تهديدا كبيرا على الأمن القومي للولايات المتحدة. وننتقل لأبرز التصريحات في صحف اليوم. نقرأ من صحيفة غارديان البريطانية: المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: لم تفعل ألمانيا بعد ما يكفي لتحقيق أهداف قمة باريس للمناخ. من صحيفة إندبندنت: رئيس بلدية لندن صادق خان: المملكة المتحدة يجب أن تكون لها الريادة في تجنب كارثة المناخ. وبعيدا عن السياسة، نقرأ من صحيفة عمان اليوم خبرا تحت عنوان صخور المريخ. تقول الصحيفة إن إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا أعلنت أن مركبتها الجوالة تستعد لجمع أول عينة للصخور من على سطح كوكب المريخ. وتقول الوكالة إنها على أعتاب حقبة جديدة من علوم الكواكب واكتشافها، وأن المهمة ستستغرق 11 يوما وستبدأ في غضون الأسبوعين المقبلين. من صحيفة إندبندنت البريطانية نطالع موضوعا بعنوان: باحثون يتنبؤون بتلاشي متغير بيتا عالميا. تنبأ باحثون باختفاء المتغير بيتا من فيروس كورونا المستجد خلال الأشهر المقبلة بسبب هيمنة متغير دلتا. وتظهر البيانات أن الانتشار العالمي لبيتا قد انخفض بشكل كبير خلال عام 2021 مع استمرار انتشار متغير دلتا شديد العدوى في العديد من الدول. وتشير بيانات التسلسل الجيني إلى أن القليل جدا من الدول تكتشف الآن وجود متغير بيتا الذي ظهر للمرة الأولى في جنوب أفريقيا أواخر العام الماضي. وصلنا مشاهدينا لختام جولتنا الصحفية، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.